وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة الدكتورة جلال فيصل العلوي، الوكيل المساعد للصحة العامة بوزارة الصحة. دكتورة، بداية نرحب بك، وهل لك أن تحدثينا عن أهمية تخصيص يوم للاحتفاء بالسلامة والصحة في مجال العمل؟ مساء الخير. يشكل الاحتفاء باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية فرصة مهمة لتعزيز الوعي اللازم ونشر المعرفة بشأن الصحة والسلامة في أماكن العمل، مع تشجيع الأفراد للحفاظ على سلامتهم وصحتهم من خلال التركيز على تحسين بيئة العمل وتوفير سبل الوقاية الممكنة من الأمراض والإصابات المهنية، بالإضافة إلى الترويج بأهمية اتخاذ الإجراءات اللي تضمن توفير بيئة عمل لائقة وصحية وآمنة للجميع. كل هذه الإجراءات لو قمنا فيها من المؤمل أنها تساهم في رفع مستوى الإنتاجية للأفراد، وبالإضافة إلى الارتقاء بمستوى السلامة والصحة في مواقع العمل المختلفة. نعم دكتورة، مشروع أماكن العمل الصحية بلا شك لها أهداف، لك أن تحدثين عن أبرز أهداف هذا المشروع. مشروع أماكن العمل الصحية يأتي في إطار اهتمام مملكة البحرين بتحسين الوضع الصحي للعاملين. تم تبني المشروع وهو أحد مبادرات إدارة تعزيز الصحة في وزارة الصحة. الهدف الرئيسي للمشروع هو توفير بيئة داعمة للحياة الصحية في مختلف مواقع العمل، سواء في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص، ويتم تحقيق هذا الهدف عن طريق تعزيز أنماط الحياة الصحية، مثلا تحسين النظام الغذائي، التشجيع على ممارسة الرياضة والنشاط البدني، الحث على الإقلاع عن التدخين، الاهتمام بالصحة النفسية للعاملين، طبعا مع التأكيد على الالتزام بأساسيات الصحة والسلامة المهنية. احنا في وزارة الصحة نحرص على تقديم الدعم اللازم للجهات المشاركة في هذا المشروع عن طريق تقديم المشورة والتوصيات وإجراء الزيارات الدورية وتقييم نسب الإنجاز بحسب معايير معتمدة يتم وضعها بالاتفاق مع هذه الجهات. نعم. احنا طبعا نرحب بأي جهة ترغب في الانضمام للمشروع ومستعدين لتقديم الدعم اللازم. كل هذا يتم في ضوء الشراكة المجتمعية الفاعلة في مجال الصحة بين القطاعات. نعم. المختلفة. إذن الدكتورة جلال فيصل العلوي، الوكيل المساعد للصحة العامة بوزارة الصحة، شكرا جزيلا لك.